الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف خبراء في الاقتصاد عن ارتفاع الدين الداخلي في العراق إلى 79 تريليون دينار في عام 2024 بسبب التوسع في الإنفاق. وقال الخبراء إن السلف ارتفعت من 367 مليار دينار في الربع الأول من عام 2023 إلى 1.844 تريليون مليار دينار في الربع الثاني من عام 2024، موضحين أن الإنفاق الفعلي مع السلف ارتفع خلال هاتين المدتين إلى أكثر من 4.5 تريليون دينار، في حين انخفضت الإيرادات النفطية بمقدار 564 تريليون دينار. قال محللون اقتصاديون إن تعويم سعر الدينار لا يناسب الاقتصاد العراقي، خاصة أنه اقتصاد ريعي تهيمن عليه الاحتياطية بالعملة الأجنبية. وأضافوا أن الرؤية الاقتصادية التي ترغب بتعويم الدينار العراقي لإنهاء الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي قد تكون ممكنة في اقتصاد يكون السوق الحر لوحده المؤثرة في حركة ميزان المدفوعات، وليس في اقتصاد يكون فيه القطاع الحكومي الريعي المهيمن والمولد لاحتياطات العملة الأجنبية. طالبت هيئة الحج والعمرة البنك المركزي بتوجيه المصارف بفتح أبوابها أمام الحجاج المحتاجين لشراء الدولار. وذكرت هيئة الحج والعمرة أن هناك أعدادا كثيرة من المواطنين المشمولين بالذهاب للحج بحاجة لشراء عملة الدولار بالسعر الرسمي لاستخدامها في الديار المقدسة، إلا أن المصارف العراقية تمتنع عن استقبالهم. ودعت الهيئة البنك المركزي إلى تعميم توجيه لكافة المصارف المشمولة ببيع عملة الدولار باستقبال ضيوف الرحمن، لأن شركات الصرافة لم تستوعب الحجاج الراغبين بشراء الدولار بالسعر الرسمي. أكد خبراء في الاقتصاد على ضرورة إقرار تشريعات قانونية لتنظيم تجارة الفوركس المتفاقمة في العراق. وقال الخبراء إن تجارة الفوركس ممكن أن تستخدم في تهريب العملة الصعبة إلى العراق إلى خارج العراق، مضيفين أن هناك العديد من الفئات المجتمعية أصبحت تستخدمها بعد فتح مكاتب علنية لتجارة الفوركس. وتابع الخبراء أن ترك هذا الملف سيؤدي إلى تفشي غسيل الأموال والفساد، لافتين إلى أن التجارة وصلت للذهب والنفط والدولار. أحصى مراقبون ما اعتبروه خسائر مالية تدفع لشركات تتبع لأحزاب السلطة تعمل على اعتماد نظام الجي بي إس في تتبع تنقل صهاريج النفط بين المحافظات. وقال المراقبون إن الدولة تدفع سنوياً 7.5 مليار دينار أجوراً تستحصلها إحدى الشركات كاستثمار، وهو مبلغ كبير جداً مقارنة بأسعار دول الجوار، فضلاً عن الإجراءات التفتيشية والتي تؤخر ناقلات النفط لساعات، رغم أن هذا النظام يكفي لمعرفة حمولة الصهريج ولا تستدعي التوقيع في بعض السيطرات أو التفتيش، مشيرة إلى أن عدد هذه الناقلات في العراق يصل إلى 30,000 صهريج. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.